معاذ يلعب تاني تماس داخل منطقة الجزاء، يلعب بجسمه ويسيطر على كورته حسام، بينية حلوة والتسديدة والهدف، الهدف التاني خلصوها في الدقيقة الأولى على طول. أمامنا هنا اللاعب عبد العزيز إمام هو اللي يخلص الهدف التاني، هدف أعتقد التأهل، لعبوها بالخبرة 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 في التوقيت المثالي خلصوها. أمامنا هنا عبد العزيز إمام، لكن إيه، ملعوبة تكتيكية ذكية، سواء كان التماس من محمود معاذ أو وقف على كورته واستنى وبص ولعب بجسمه بشكل حلو قوي حسام حسن. شوف أمامنا هنا حسام وقف على كورته وبص وباصة ملعوبة حلوة، في تفاهم وانسجام وربط أكثر من رائع كان في اللقطة الماضية. أدي أمامنا حسام وقف على كورته ومررها بين المدافعين مع الانطلاقة والتحرك الإيجابي المثالي عالي الجودة.